سئلت عائشة أم المؤمنين كما في البخاري وغيره ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله يعني في خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إليها وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم كما في مسند الإمام أحمد وغيره ولا شك أن مثل هذا العمل مما يدل على أن على الأئمة والعلماء وطلاب العلم والأزواج أن يتولوا خدمة بعض أمورهم بأنفسهم وأن مثل هذه الأعمال من أفعال الصالحين ومن أخلاق الأنبياء والمرسلين وهي دلالة على التواضع والبعد عن الترفه والتنعم ولا شك أن مثل هذا مما يزيد في المحبة والمودة في الأسرة.